مثل الفوضى كمان تك اخر حصه اوكي معنا تمرين خفيف تمارين تكتيكيه على الفاولات والضربات الركنيه وبعدين مع الكابتن هيثم كرات عكسيه طبعا بدون مجهود بدون مجهود حتى الفاولات ما بنلعبها بنذكركم لانه عملناها فقط لانه خوفا يعني قد يرسمون الان هذا اخر بلادهم في ملعبهم ممكن يجي لك واحد فني يتفرج علينا فنحن بنذكركم فقط اللعبات الفاولات التكتيكيه اللي عملناها تذكروها وبالاسم الكرة اللي من هنا بيلعبها اللي بيلعبها فلان واللي بيشوطها للمرمى فلان كرة ولا خلاص انتوا تهيئوا له الوضع تذكروا الفاول انت تلعب الكرة ذاكرين اها حلو يعني اذا الفاول من هنا اللي بيشوط على الجول اسمع الفريق بعدها اللي بيدخل خلي اول خلي بيته اوكي عصام او انور واحد منهم واحد منهم يلعب الكرة ما لي دعوة لكن انور لو راح لانه يرتقي قد يلعب عصام ما اذا دخل بينهم ما بي يعني ما بيعطوه قيمة لانه ما يلعبش براشد فبامكان انور يلعب الكرة اللي باليسار اللي باليمين اذا بالجهة اليسار اللي بيلعب الكرة عادل واللي بيشوطها مطاعة واضح؟ وين مطاعة؟ طيب وين الزاوية اللي ممكن أساعده؟ الزاوية الأفضل الآن نسأل يعني عصام لما بيشوط ايش الزاوية؟ قل أفضل إنه يشوط الزاوية دي واقي من هنا هي أسهل له وصعبة على الحالة هذا الخطاب الزاوية دي مطاعة نفس الكلام بالزاوية دي طبعا إذا أقت من مرة واحدة نعملها بس ما تكرروها مرة واحدة فقط خلاص الفاول اللي قلنا يروح واحد يمشي من ورا الجدار تلعب للاعب يمشيها يعملها بكره اذا قال فاول من جهه اليمين فقط يعني اذا قال فاول قريب هذا اوكي الكونات زي ما قلت لكم نلعب الاولى مباشره خلينا الكرات العاليه كان بها فوقه وعليها لما تنتهي المباراه اخذوا علينا الكرات العاليه كانوا افضل من الاولى معنا في واحد اللي يلعب عادل للاعب يخرج يلعب له المكان اللي عملناها في الجزائر يلعب للاعب يجي لاعب من خلف كان بعيد استلم الكرة ما ينطلق يبرد الوضع انشاء شعار انه قريب الجول يشوطه على الزاوية بعيد حتى لو في تكتل جمال بالزميل متاح ما يقول نلعب له يشوطها بالرجول ممكن تدخل ممكن يدخلها مدافع اوكي ممكن سعيد يعمل اللعبة دي وممكن عبد الرحمن لو لعب يوصل من عبد الرحمن وبالله تمام الفاول اللي قلنا يجي عبد الرحمن عملناه برياض وبعدين يعاتب اصحابه ويمشي كذا فوق الكره يمشي يجي عصام تلعب من بين الاثنين يلعب له روح شوف على الجول اوكي بس بسرعه هي الكره هي اللمسه الاولى اللي بتبرع المسافه صح عشان تشوف على الجول سريع لانه مكان تكتل صعب يمشي بها اكثر فيدخلوا بيضغطوا عليه خلاص اهو يا عبدو تمام تمام ايوه تمام يا كابتن اشرف ما ولا يهمك اشرف خليه اوكي مع بعض كابتن خلينا مع ورا اللاعب يا خير عاد باقي على التمرين عن مباراة الغد مباراة الغد للغد ان شاء الله الكلام بالملعب ما عندنا كلام نقوله الان ماذا عن وضاح انور ضربة الجزاء يوم امس؟ حلمنا بذي ضربة الجزاء حق وضاح والله طيب اوكي نحن بنبين كمان للعالم اولا يعني ما كان لها داعي الهليلة على ضربة الجزاء لا فيها استخفاف
ولا في احتقار للمنافس ولا في انتقاص. ضربة جزاء اللعبة على طريقة بانينكا شيء محرمة شرعا مثلا، ولا ممنوعة دوليا، ولا يعتبر لو الحكم يعتبرها استهتار كان رفع له كرت. لكن قول ميسي منها، قول مش عارف من ولاعبين عرب قولوا منها حمد الله. هو وضح اولا مشان يكون الكل عارف ان احنا طبعا اعطينا انور الطريقي ومطاعة الافضلية لانور الطريقي في ضربة الجزاء. المباراة السابقة انور الطريقي يعني بنفس طيبة اعطاها لزميله، ولانه الاثنين ممتازين بضربة الجزاء اعطاها لزميله مشان يعرف الجمهور انه معنا لاعبين يحبوا بعض ويحبوا الخير لبعض. والضاح طبعا ما وكلناه، نحن ما وكلناه اصلا يشوط بلنتي اللاعبين. هدا بعدي بخليك تتكلم. ما وكلنا نحن طبعا الاثنين اللي يشوطوا البلنتي انور ومطاعه اوكي، لكن والضاح حبوا اللاعبين يكرموا على ادائه في البطوله العربيه وعلى الكلين شيت اللي الان لحد الان مستمر وان شاء الله يستمر ان شاء الله. فحبوا يكرموه اهدوه ضربه الجزاء وهو حب يشارك زملائه التهديف، يسجل هدف في حياته يعني هدف دولي يكون شيء جميل في تاريخه كرياضي. والولد راح يلعبها ظنا منه ان الحارس بيروح يمين يسار، هو يسجل هدف عالمي وهذا من حق اي لاعب يعني، لكن ما فيها استهتار. للاسف يبدو ان الحارس حق ماليزيا ما عنده تلفزيون في البيت، فلا يشاهد الدوري الاسباني ولا الايطالي ولا الالماني، ما يشوف الحراس يعني يروحوا يمين يروحوا يسار، سلم لك بالنص ما نعمل له. فوضح وقع فيها وما فيش داعي للحملات هذه يعني، بدل ما يشجعوا الليد يا اخي. طيب وضح غلط، لو كان الحارس ارتمى لقيها كان هدف عالمي صح؟ انت معي يا عبدو ولا معك؟ معك انا معك. اها لو كان الحارس ارتمى لقيها كان الهدف عالمي. نعم. لو كان شاطها عادي وضيعها كان الامر عادي برضو، لكن هاي الامور تحصل في كرة القدم، وقد ضيعوا قبله لاعبين كبار يعني. اوكي حبيب أيوكي. فما فيش داعي للحملات هاي. انت له السوق دحين، انت كل شيء ولا خليت حاجه الاعلام. كابتن وضاح ماذا تقول عن الذي ينتقدك على ضيعه ضربه الجزاء؟ والله ضربه الجزاء مش فيها اي حاجه، هو لكن يعني ما قدر الله ما شاء فعل، واللاعبين شيء احتقرت الحارس ولا احتقرت يعني شيء طبيعي. استهزيت يعني لما في كره القدم لاعبين كبار يعني. انت هل استهزيت بالفريق الخصم بالحارس لما شط البلنتي؟ لا ايش كان براسك لما شطها؟ الحارس توقعته بيروح يمين ولا يسار، انا بلعبها وسط. ما طلعش من رد فعل الحارس؟ لا طلع واقف وصل. الحمد لله. وبعدين النتيجه كانت لنا لصالحنا الحمد لله، مش في اي حاجه. ضاع بلنتي وصد كرات خرج الفريق فيها، لا ننسى دوره في امام السودان، هو واحد من اللاعبين اللي كان يعني سبب رئيسي في وصولنا للدور الاربعة. انت الكلين شيت خلاص ما عاد باقي. يعطيك العافية. يكفي خلاص نبدا. يلا شكرا. اشرف الاخوة متابعي الصفحة الرسمية للاتحاد الاعلامي لكرة القدم، الان في نقل مباشر Thank you.
هلا.